إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد العزيز الوهاب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث لأجل العبادات وأكمل الأداب صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اليوم سوف نتحدث عن آداب الصيام الأول أيها الإخوة من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بما بها الصائم في صومه تناول طعام السحور وهو من سنن وحرم المسلمين أن يحرص عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام تصحب لله نحمد الله استغفره واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ويحبطها وسلام ضلنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما المؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وفاطمة سيد النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة رسول الله وصل رسوله رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر عباس ووالده مغفرة مباهرة ولكن لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تأخذ غرضا من بعدي فمن أحبهم في الحب أحبهم ومن أبغضهم في البغض أبغضهم وخير أمة قلبي ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم والسجار زور الله في الأرض من أهان من أهان الله في الأرض هنوه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويطيع القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه ولا تكفروا واقيموا الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Yeah, I don't know.
you and me, we are supposed to remind each other the importance and necessity that one should go early to the masjid and should rush. Kuti mozi mwa inu, pakati pa inu ndi ine, tika nakala wazindikira kuti nchifuwa jani mwa inu kupita kumapemhelo, mwafuru mila. Atu kwa niti samadi kile kuti kudeta e, he repeated to him, ya nabu ili samawa kwa ye, to a light and prepare a meal for us. The man said, I can do it, but there is still light. The prophet reiterated, do a light and prepare a meal for us. The man did a light and prepared the meal. Then another, panga ni changu, utipose chakudia ifende mkuja. So kana nangu panga changu, utipose chakudia. And the message of God, peace be upon him. Mtumi gomru ngunte, madasuni tendrabite kwa hiyo. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad. Allahumma anta salam wa minta salam wa ilayka salam. Wa khayna wa ala salam wa hadir.
Now people sitting in groups, eating after the Eid prayers.